يا التصويبه ربما ارضيه با 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 فعلها قروي البطل بطل افريقيا والجزائر يسجل هدف التعديل في هذه اللحظه في الدقيقه السابعه من الشوط الثاني. با 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 العمري يمرر الكره في ظهر الجميع تقريبا. شوف تمر على الجميع وامام الجميع. بوسوف لم يرى ربما في الوقت المناسب وصول الكرة وهدف مقابل هدف بين هلال شلغوم العيد وهنا بالدار البيضاء وبارادو أتليتيك. قلت أنه الكرات الثابتة ممكن أنها تكون الحل والمفتاح للوصول إلى شباك بالنسبة لي.